السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار كرتونة البيض اليوم الاثنين 11 إبريل في المزرعة والمستهلك. شهدت أسعار البيض يوم الاثنين 11 إبريل 2022 حالة من الانخفاض، وكانت الأسعار المعلنة في عدد من المزارع المحلية كالتالي: حيث سجل سعر طبق البيض الأحمر 52 جنيه ونص بالمزرعة ويصل للمستهلك 57 ونص حسب المنطقة، وأما طبق البيض الأبيض بالمزرعة حوالي 48 ونص في المزرعة، في حين يتراوح سعر المستهلك 53. أما سعر طبق البيض البلدي في المزرعة بلغ 53 جنيه ويباع ب 64 جنيه للمستهلك. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.